إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع، الشأن الانتخابي والانتخاب الخاص الذي حصل اليوم، ينضم إلينا الباحث في الشأن العراقي عماد البهادي. سيد عماد، مرحبا بك. أغلقت صناديق الاقتراع الخاص اليوم، كيف سارت عملية الاقتراع برأيك؟ تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. أهلا بك. لكن قبل أن أدخل بالموضوع، للتصحيح دكتور عمار البهادلي. عمار، عفوا. نعتذر منك دكتور عمار. موضوع الانتخابات، حقيقة اليوم موضوع الانتخابات يمكن أن نصفه بأنه كرنفال وطني، ونبارك لجميع العراقيين نجاح المرحلة الأولى من هذا الكرنفال، وننتظر الكرنفال الوطني الأكبر وهو يوم التصويت العام. مع ضخامة العملية الانتخابية أو عملية الاقتراع اليوم، بحسب الأرقام التي كانت يعني مسجلة لدينا، يعني هنالك أكثر من 1,000,000 ناخب من القوات الأمنية بمختلف صنوفها في أكثر من 2,500 محطة اقتراع، وهنالك أكثر من 126,000 نازح في 309 محطة اقتراع، وأكثر من 600 نزيل في السجون في حوالي 7 محطات انتخابية. هذه الأرقام تؤشر ضخامة العملية الانتخابية، لكنها حقيقة كانت عملية ناجحة وبامتياز. طيب، هنالك نسبة مشاركة عالية، حيث أنه حسب التقديرات لغاية هذه اللحظة ربما تتجاوز 70%، وهذا يؤشر مدى نجاح هذه العملية. لم تسجل حالات خروق سواء للعملية الانتخابية أو للعملية الأمنية. كان هنالك رقابة دولية وأمنية وإعلامية يعني واضحة على نزاهة وشفافية الانتخابات. لم تسجل هنالك عمليات ابتزاز أو التأثير على إرادة الناخبين أو محاولة التلاعب بهذه الإرادة، وبالتالي كانت حقيقة عملية سليمة، أنتجت أرقام نزيهة وشفافة. كانت هنالك ثناء بحسب المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين على مدى شفافية ونزاهة هذه العملية الانتخابية. طيب، لغاية هذه اللحظة لم تكن هنالك أي إعلانات أو بيانات من قبل المفوضية بخصوص النتائج أو النسب، لأنها ستكون بخصوص النتائج ستعلن مع التصويت العام. أما النسب ربما ننتظر أن يكون هنالك تقرير أو مؤتمر صحفي من المفوضية، وننتظر النسب الدقيقة لتعلن عن هذه النسب. لكن بشكل عام وبحسب المراقبين أنه هذه النسب حقيقة تجاوزت ما كان متوقعا، وهذا ربما يأتي أو دكتور عمار، يكون الجهد الأكبر لتدخل المؤسسات الدينية سواء كانت الشيعية أو السنية بتعبئة المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات. باعتبار عذرا للمقاطعة، لكن يعني حضرتك تحدثت بأن هذه الانتخابات هي مرت بشكل ناجح وسلس ولم يكن فيها مشاكل. الآن يعني التطلع هو ليوم الأحد المقبل والانتخابات العامة، هل يمكن أن نعتبر هذه الانتخابات التي جرت اليوم هي عملية انتخابية مصغرة ناجحة لما سيحصل يوم الأحد؟ مع الفارق، الفارق أقصد في نسبة المشاركين أو الأعداد المشمولين في هذه الانتخابات. هنالك أكثر من 25,000,000 ناخب مشمول في هذه الانتخابات. هنالك يعني محطات انتخابية تفوق هذا العدد بأكثر من 10 مرات، وبالتالي نتحدث عن ضخامة عملية انتخابية أو عملية انتخابية هي حقيقة تفوق هذا العدد. لكن التحضيرات اللوجستية والفنية والأمنية هي بنفس هذه التحضيرات التي جهزت لها المفوضية بالتعاون مع القوات الأمنية وكذلك السلطة التنفيذية وحتى السلطة القضائية من خلال اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات. نعتقد أنه مثل هذه الإجراءات وفي ظل رقابة دولية ومحلية ورقابة وكلاء الكيانات السياسية، حيث هنالك أكثر من 250,000 مراقب، وبالتالي هذا يعزز من شفافية ونزاهة الانتخابات، لا سيما في ظل أو أجواء التصويت العام التي ستكون هي أكثر ضخامة وأكثر يعني من حيث الأعداد ومن حيث مراحل العمليات الانتخابية. نتوقع أن تكون هنالك نسبة مشاركة
عالية انعكاسا لما جرى اليوم في هذا التصويت المصغر كما ذكرت. فبالتالي هذه المشاركة هي من ستنتج لنا برلمان جديد وحكومة جديدة وفق رؤية أو خارطة انتخابية جديدة، وبالتالي خارطة تحالفات برلمانية جديدة وانبثاق حكومة ربما ستمثل الطيف الوطني في المرحلة المقبلة، تخلصا من التداعيات السابقة في التجارب الانتخابية الأربعة التي مر بها العراق منذ عام 2005 ولغاية هذه اللحظة. نعم هنالك قاعدة مؤسساتية اختلفت منذ عام 2019 ولغاية هذه اللحظة، وأقصد بهذه القاعدة إقالة حكومة وتغيير قانون انتخابي وتغيير قانون مفوضية وتغيير قانون المحكمة الاتحادية العليا المسؤولة حصرا عن المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية. فبالتالي مثل هذه المستلزمات جاءت بناء على يعني ضغط الشارع العراقي، ويجب أن يكون للشارع العراقي مشاركة واسعة في ظل هذه أو هذا الكرنفال الوطني من أجل تعزيز المسيرة التي ابتدأ بها منذ عام 2019. أعتقد في ظل هذا النظام الانتخابي ستكون الملامح لهذه المرحلة السياسية المقبلة مختلفة تماما، دكتور عمار. باعتبار أنه هذا النظام الانتخابي نعم شكرا جزيلا لك عذرا المقاطعة لضيق الوقت. الدكتور عمار البهادلي، الباحث في الشأن العراقي.